السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. انا سعيد جدا احنا نبدا الكورس الجديد ده، ان شاء الله يطلع كورس كويس وتنبسطوا منه. الكورس الجديد احنا بنتكلم فيه على ال distributed systems. احنا في الفتره اللي فاتت كنا بنتكلم على ال data warehouse as the first part of ال big data، اوكي؟ وبعدين قعدنا قلنا هنكمل ان احنا هنشرح ال distributed systems، وبعد كده اللي هي النظم الموزعه، وقلنا بعد كده هنشرح هدوب. طيب احنا في الجزء الجاي من الكورس هندمج الجزء بتاع distributed systems والهدوب مع بعض، هيبقوا كأنهم كورس واحد. ازاي؟ يعني انا هشرح الاساسيات بتاعت distributed systems اللي محتاجينها في هدوب. ده معناه ان احنا مش هناخد distributed system لوحده از مثلا 13 او 14 فيديو وبعد كده نخش على هدوب، لا، هنشرح جزء اساسي مثلا في distributed systems، بعد كده نكمل في هدوب، بعد كده نرجع تاني. هيبقى يعني ايه زي ما نقول نشرح الكونسبت وبنطبق عليها على طول عشان نقدر نكسل وننجز في الكورس بتاعنا. طيب الكورس ده او الشابتر ده هيبقى عنوان Introduction to Distributed Systems. زي ما قلنا النظم الموزعه هي الجزء الاساسي او fundamental point اللي قايم عليها اي big data system او اي شغل له علاقه بالداتا ويرهاوس على large scale. اوكي طيب ايه الاوبجكتيف اللي احنا عايزين نوصل لها من الكورس بتاعنا؟ الاوبجكتيف الاول اللي عايزين نتكلم عليه هو ان احنا عايزين نكابتشر الارت اوف بيلدينج الديستريبيوتد سيستمز اللي هي زي هدوب او سبارك او كافكا. ازاي نقدر نفكر ان احنا نكابتشر الباترن اللي الناس بتبنيها ونكمل عليها بان احنا نبني او نكمل في سيستم زي هدوب او سبارك، او نبني حتى حاجه زيها. لان احنا هنشرح البيزكس، يعني احنا هنشرح الاساسيات ونطبق على هدوب وسبارك وكافكا مثلا during الكورس. بس ده لا يعني انك انت لو في اي سيستم جديد زي فلينك، زي اي سيستم جديد شغال على distributed systems، ليه بيفولو نفس الباترن، ممكن بعض الفانكشنز مختلفه بس هو نفس الباترن. اوكي طيب الحاجه الثانيه او النقطه المهمه اللي عايزين نتكلم عليها برضو هي ان احنا هنشرح، انا مش هشرح كل distributed system كله على بعضه. distributed system ده يعني زي ما تقول علم كبير وفي تفاصيل كتير جدا. احنا هنشرح الاساسيات البيزكس بتاعت الثيوريتيك بتاعه والبراكتيكال بتاعته اللي هتدعمنا للكورس. فاحنا الكورس ده ممكن بعدين، يعني بعد ما نخلص مثلا الكورسات بتاعتنا او السلسله بتاعتنا كلها، ممكن نرجع نزود بعض الكونسبت او بعض الفيديوهات في الديستريبيوتد سيستمز اللي هي ما شرحناهاش. هي مش بقول هي مش مهمه عشان برضه محدش يفهمني غلط، بس بقول ان هي مش الجزء الاساسي اللي احنا عايزين نبني عليه الكورس بتاعنا. هي هتكون مهمه لو انت بتادفانس في بعض التوبيك معين. اوكي طيب حاجه كمان ان احنا هنديمونستريت، نعمل ديموز للمين كونسبت. يعني مثلا نيجي نتكلم عن ديستريبيوتد سيستمز بارت مثلا اكس مثلا، فهنشرحه وناخد اكزامبل عليه. ممكن اكزامبل يبان ان هو نايف او ان هو فعلا فيري سمبل اكزامبل، وده مقصود. انا مش هدفي ان انا اشرح الكومبليكيت اكزامبل، لان الكومبليكيتد اكزامبل بتاعه هو هدوب وسبارك وكافكا، وده اللي هنشرحه. يعني نيجي نشرح في هدوب مثلا، هنقول مثلا يا جماعه فاكرين الجزء اللي احنا قلنا ازاي بنوزع الداتا مثلا، ازاي بنسبليت الداتا، ازاي بنوزع داتا بتوين نودز والداتا نودز. هنقول فاكرين الفانكشن استخدمناها سمبل فانكشن اللي عملناها ديمو ديورنج الفيديو اللي فات. هنقول فاحنا هنا بقى بنتكلم على ليفل تاني، مش شرط بس ساعتها ما اجيش لوحدي ان انا افصص في تفاصيلها، لان احنا شرحنا الاساس بتاعها. اوكي طيب الجزء المهم برضه ان انا احاول ان انا لو انت طب لو حد عنده شويه نولج عند ستيبد سيستمز اساسيه، هنحاول ان احنا نادفانس شويه نولج في الموضوع دوت عشان نساعد الناس تبقى ماتيو انف ان تبني وتطلع هاي بيرفورمانس جوبس وكواليتي اوف سيستمز. اوكي ازاي الناس تبني هاي لايك سكيلابل وهاي وديستربد سيستمز، وايه البيست براكتس الناس تستخدمها. مش شرط ان البيست براكتس دي تكون ستاندرد او حاجه ثابته، بس احنا هنقول جزء منها الناس تستخدمه. اوكي طيب التارجت اودينس بتوع الكورس ده مين هم؟ اول ناس هم سوفت وير انجينيرز. يعني انا عارف ان احنا لما جينا شرحنا الكورس ده في الاول قلنا ان التارجت او مين اودينس بتوعنا هم الداتا انجينيرز والداتا وير هاوس انجينيرز. بس الكورس ده بيسمح عن يعني هو يعني هو بيسمح بطبيعته بالطبيعه السياديه بتاعته ان هو لكل الناس. فاساسه اصلا ان هو الناس شغاله حتى على سوفت وير انجينيرز ان هم يفهموا النظم الموزعه شغاله ازاي، ان هي اكيد بيستخدموها في جزء ما من الشغل بتاعهم، مش شرط داتا انجينيرز بس. اوكي طيب الجزء الثاني طبعا هم الناس الاساسيين بتوعنا اللي هم داتا وير هاوس او داتا اناليست اللي شغالين، او داتا انجينيرز او البيج داتا انجينير او داتا اناليتكس. اي ناس شغاله مع الداتا عامه هم لازم يكون فاهمين الاجزاء دهيت.
هنقول لازم ولا مش لازم دي بعدين، بس خلينا نقول ان دلوقتي ان هو احنا شايفين ان هو لازم. اوكي، الباحثين ممكن يكون بعض الناس الريسيرشرز اللي شغالين في، يعني انا بيجي لي اسئله كتير جدا. انا مش باحث بالمناسبه، انا براكتيكال، مو براكتيكال، معايا ماسترز بس انا مش شغال باحث. بيسالوني ان في، هل لو انا عايز اتعمق اكتر وافهم اكتر في مشاكل ديستريبيوتد سيستمز، الكورس ده مش مخصص ليهم، بس هم ممكن يديهم انيشال ايديا ايه المواضيع اللي بتناقشها او بيناقشها الديستريبيوتد سيستمز، نظم موزع فيها ايه المواضيع واحنا بنشتغل على ايه، ممكن تبدا يفكر. بس عشان ست اكسبكتيشن، هو زي ما قلنا مش كورس نظري، هو كورس، هو كورس عملي بس ممكن يفتح افاق للناس اللي ما عندهاش فكره عن الموضوع خالص. اوكي طيب، موضوع لطيف جدا. انا كنت بعمل انترفيو في شركه في هولندا، وانا بعمل انترفيو في الشركه اللي في هولندا دي، اتسال لي سؤال كده في الاول، وانا بعد ما عديت المرحله الاولى وانا في الاون سايت، قالوا لي عندنا داتا 1 تيرابايت اوف فايل مثلا، وعايزين نعمل لهم اناليسيس. حلو، هقول الاكزامبل دلوقتي، بس قالوا لي احنا مش عايزين نستخدم اي فريم ورك، حلو، اي ولا سبارك ولا هدوب ولا كافكا، عايزين نبني كل حاجه فروم سكراتش. فعجبني، انا خلصت معاهم الاكزامبل ده وعجبني جدا، وحسيت ان هو ممكن يكون جود انترو للجزء اللي عايزين نتكلم عليه في الكورس هنا. الاكزامبل اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو اليوز كيس اللي هنتكلم عليها، قلنا تخيل انك انت معاك داتا فايل هي 1 تيرا بايت اوف داتا، ماشي، جواها تكست، احنا مش عايزين، ما فيهاش حاجه كومبليكيتد. هو الاكزامبل اللي كان في الانترفيو كان مو كومبليكيتد، بس هناخد الاكزامبل اللي اخدناه في الانترفيو المره الجايه، النهارده هناخد البيزك ايديا للاكزامبل. تخيل انك انت عندك فايل 1 تيرا بايت اوف تكست، التكست ده احنا عايزين عليه نعمل عليه فيري سمبل فانكشن، ان انا اعمل upper للتكست، يعني لو هي بالاكزامبل ده اللي هو the، عايزين نخليها the بالشكل اللي هي capital. اوكي طيب، ايه اللي احنا عايزين برضه نعمله؟ احنا عايزين ديزاين البروجرام فروم سكراتش، يعني انا مش عايز ان انا تقول لي طب انا هاخد فايل ده هديه الهدوب واعمل ماب ريديوس شوب، او هدي له سبارك واعمل ايا كان بروسينج او ايا كان فلينك، لا انا عايزك تبني لي كل حاجه فروم سكراتش. اوكي طيب، ليه؟ عشان عايزين نوضح، احنا عايزين نتاكد، يعني هو الهدف من السؤال كان ايه؟ هو يتاكد انت فاهم البيزكس اصلا بتاعه الموضوع ده ولا لا، ده الهدف الاساسي اللي كان من السؤال. طيب برضو من الجزء بتاعت اليوز كيس دي، انت تخيل انك انت عندك ان ماشين، كل ماشين فيها 8 جي بي اوف ميموري، وعندك 2 كورز، وعندك هارد ديسك 128 جيجا بايت. اوكي برضو دي نقطه مهمه جدا، انك انت مش ليميتد بعدد ماشينز، بس كان في جمله في اليوز كيس انك انت كل ما تستخدم نودز اقل كل ما يبقى افضل، طبعا منطقي انك بتوفر ريسورس على الشركه. اوكي طيب، قبل ما نبدا نخش على اليوز كيس اللي احنا عايزين نتكلم عليها النهارده، تعال ناخد البيزك اكزامبل. دلوقتي انا لو عندي فايل جواه هلو وورلد، وعندي بي سي او نود، خلينا نقول بي سي او نود، الفايل المفروض ده او الفانكشن عايزين نعملها ان احنا نطلع دي هلو وورلد كابيتال. اوكي سو الفكره بسيطه جدا، انا اخدت ده الفانكشن دي عملت تكست دوت تو ابر وخلاص طلعناها. طيب هل الكيس دي تنفع معاها؟ تنفع طبعا، هو ده اللي احنا عايزين نعمله، بس الفكره ان بسبب ان الداتا كتيره اليوز كيس دي مش هتنفع، فبالتالي هنفكر ازاي. طيب قبل ما نقول هنفكر ازاي، تعالوا بشكل يعني بسرعه كده نركب مع بعض ايه الفرق ما بين البارلل والديستريبيوتد سيستم. البارلل سيستمز والديستريبيوتد سيستم، البارلل سيستم معناه ان انا اون ذا سيم ماشين عندي ميموري وعندي بروسيسور وعندي في نفس الماشين، ايا كان عدد الكورز بتاع اللي في الماشين وايا كان حجم الميموري في الماشين بتاعتي. اوكي طيب، الديستريبيوتد لا، الديستريبيوتد لما نيجي نتكلم سوري، لما بنيجي نعمل بروسيسنج هو بيحصل بروسيسنج وزين ذا سيم ماشين، يعني انا دلوقتي لو انا عملت بروجرام بيرن بشكل بارلل، فانا وزين ذا سيم ماشين بقدر اوزع، ممكن ارن الحاجه ترن مع، يعني ارن اكتر من تاسك ترن بارلل على الماشين. اوكي بس الجزء الكور بتاع الديفرنس ما بين، او الديفرنس ما بين البارلل والديستريبيوتد، ان الديستريبيوتد لا، انا عندي سيت اوف ماشينز بيرنوا مع بعض، فانا بنسق ما بين الناس ان هي ازاي يرنوا الحاجه مع بعضهم، يعني انا مش عندي شخص قوي
فكل شويه بقعد ازود عليه حمل حمل حمل. لا انا هنا عندي مجموعه اشخاص بقول لهم لا ازاي تشتغلوا مع بعض عشان تاتشيفوا التاسك دي. اوكي طيب، فهنا تخيل ان هو انا عندي الجزء الاول عندي هنا ماشين اكس وماشين واي وماشين زد، التلاتة مع بعض بيشتغلوا عشان ياتشيفوا التاسك اللي عايزين يعملوها ايا كان بروسينج باور او بروسينج ستيب اللي عايزين نعملها امبلمنتيشن. فالنقطة عايزين نوصلها من هنا، احنا شرحنا الموضوع قبل كده بس عشان ناكد عليه، هو ان احنا هنا ما عندنا اكتر من ماشين، هنا ماشين واحده، ولما اجي اسكيل الماشين دي لازم ازود عدد الميموري او عدد البروسيسور او عدد الامكانيات تحت الجهاز، لكن هنا لما بعوز اسكيل بزود نود جديده على الماشين بتاعتي. اوكي طيب، نوع المرحله بعدها. اول خطوه هفكر فيها لما عشان اديزاين سيستم زي ده هي ايه؟ هي ان انا ابدا افكر في ان انا اسبريت الفايل. انا عندي ماشين صغيره 8 جيجا بايت رام و2 كور، ما اقدرش ابص عليها 1 تيرا بايت اوف داتا. فافكر ازاي ان انا هنا اول حاجه ممكن ابدا افكر ان انا اسبليت الداتا دي. فانا اول حاجه ممكن اخد الفايل ده اسبليت مثلا، افترض كل ميجا بايت مثلا كل 128 ميجا بايت او 512 ميجا بايت، هنقول على السبليت دي اي حاجه سبليت فاكتور او سبليت نمبر ماشي. فانا كل فايل ده لو عندي مثلا نفترض 1 تيرا بايت فاقسمه 512، فنفترض يبقى عندي مثلا 20 فايل، نفترض 20 سبليت يعني. اوكي 20 سبليت دول هدخلهم واحده واحده على الجهاز الموجود عندي. فلو رجعنا كده اهوت، هنا احنا كان عندنا جهاز واحد ما عملناش اي تعديل هنا غير ان انا بدل ما كان عندي فايل كبير دخلته الفايل از سمول سبليتس. اوكي طيب، ستيل انا كده حققت التارجت اللي عايز يتعمل. ممكن نقول انت حققت جزء منه، يعني اول فكره ان انت عملت سبليت مثلا بعدد في ناس ممكن تقول لي سبليت ممكن بعدد اللاينز ولا الميجا بايتس. خلينا يعني مؤقتا خلينا نفترض ان هي ايه، ممكن نقول باللاينز او بالميجا بايتس. ممكن في تشانكس اوف فايل، يعني عدد فايلات معينه كل واحد فيهم هو جزء من جزء من الفايل الاساسي. اوكي بعيدا عن تقسيمه ده ايه، دي هنتكلم عنها بتفصيل بعدين، بس خلينا نتخيل ان هي فيري سمبل سبليت فايل، كل 10000 لاين مثلا سبليتهم فايل بما يعادل مثلا ايه 512 ميجا بايت مثلا. اوكي طيب، بعد كده انا عايز اسكيل ده شويه، فايه اللي هبدا افكر فيه؟ ان انا ايه رايك ان انا ابدا اوزع بدل ما انا عندي هنا سوري بدل ما عندي هنا كل سبليت بتروح لنفس الجهاز ده، طب ايه رايك ان انا احط جهاز تاني وقبل ما اوزع الداتا دي على الجهاز التاني ده اشوف طريقه ان انا اوزع السبريت، يعني سبريت رقم واحد تروح للجهاز الاول، سبريت اتنين تروح للجهاز التاني ويبداوا يشتغلوا مع بعض بحيث نسرع البروسيسنج شويه. Which is a good point، دي اول مرحله عايزين نشتغل عليها. طيب فاول حاجه هيبقى عندي جزء هنا انا سميته مانجمنت بوكس، مش عايز اقول مصطلحات معقده، هنسميه دلوقتي مانجمنت بوكس. المانجمنت بوكس دي هنفترض ان هو فيري سمبل ستيوبد فانكشن، هي مودولس فانكشن، يعني لو عندي سبليت نمبر 1 وعندي ان ماشين، فانا ببساطه جدا هفترض مثلا سبليت نمبر 1 مودولس ان، فيبقى 1 مثلا اوديها للنود نمبر 1، سبليت نمبر 2 مودولس 2 ايكوال 0 اوديها للنود نمبر 2 هكذا. طب عايز ازود، لو زودت الان دي بقى من 3 هسكيل عن طريق مودولس فانكشن. طيب في نقطة هنا مهمة جدا، طب انت هل ترتيب التشانكس فارق معايا؟ لا مش فارق، لان انا عايز بس ادخل التشانكات زي ما هم كده اطلعهم زي ما هم، ممكن بعدين اعمل فانكشن تجمعهم في وان فايل تاني او ما تجمعهمش مش دي مشكلة عندي. فترتيب التشانكس مش فارقة معايا، هو الهدف من التاسك ان انا ادخل لي التكست معين يطلع بنفس يطلع بابر مثلا تكست. طيب هنا التكه الاضافه اللي عملناها هنا على السيستم هي ايه؟ اول حاجه ان احنا عملنا الفايل سبليت فانكشن، ان انا عملت سبليت للفايل الكبير لمالتي سبليتس. طيب الجزء الثاني هنا المانجمنت نود هنا او المانجمنت بوكس هنا هو انا عمل بس توزيع، خلينا نقول يعني توزيع للتاسكس على الداتا نودز هنا. طيب هل ده موضوع كومبليكيت؟ لا تقدر تعمله بسيمبل جافا، يعني انا افترض دلوقتي انا عملت جافا بروجرام هنا بسبليت الفانكشن ولا شيل حتى سكيب بسبليت الفانكشن، وبعد كده هنا على حسب السبليت بوديه ان هوت، وهنا في سيمبل جافا بروجرام بيعمل ابر وبيطلع لي الاوتبوت هنا. ده كده ستيل مفيش اي ديستريبيوتد سيستم موديولز او فريم ورك استخدمتها. طيب تعالوا هنا بقى نبدا يعني نبص بشكل من فوق شويه، نظره فوقيه شويه على السيستم، ايه الكومبوننتس الموجوده عندي في السيستم هنا؟ طيب اول كومبوننت هنا عندي الفايل سيستم بوكس، انا سميته بوكس، انا بعدين هنتكلم فيه، يعني انا مش عايز اقول بس بما ان ده انتو مش عايز ابدا اعقد الدنيا على الناس، يعني خلينا نسميها فايل سيستم بوكس. البوكس ده هو المسؤول عن المانجمنت للفايل بتاعي. الفايل بتاعي بيبقى بقسم الداتا ازاي، بخزن الداتا ازاي، فهو ده اول جزء عندي اسمه فايل سيستم بوكس. الجزء الثاني
هو انا في المثال ده هنا كان عندي 1 بوكس هنا، بس افرض دي فيلد مش فيلد، احنا هنتكلم عن النقطه دي بعدين. بس المانجمنت نود هنا وظيفتها ايه؟ المانج بوكس هنا وظيفته ايه؟ هنا ان هو يوزع الداتا ويكل، وان هو يتاكد ان النود اللي داخل لها مثلا بوكس ان هي مش شغاله. فانا لو دخلت النود مثلا سبريت نمبر 1 لنود نمبر 1، فالسبريت الثانيه هو عايز يوديها لنود مختلفه، مش هقعد اهلك نود واحده على حساب نود. اوكي؟ طيب فهنا ممكن يكون البوكس ده قد يكون بوكس يعني 1 نود او مالتي نود، ولسه هنشوف يعني ايه في حاجه اسمها سكندري نود وباك اب، بس دي مش هنتكلم عليها دلوقتي. بعد كده هنسميها بروسينج بوكس. بروسينج بوكس ده ليه اسامي كتير، فنسميه داتا نودز اللي هي المسؤوله عن البروسينج، فنسميها كومبيوتنج نود. في بعض المصطلحات اللي اندثرت بس ممكن تشوفوها في بلوجز قديمه زي السليفز، والمصطلح ده اندثر في الـ في الـ في البلوجز. ممكن تلاقي واحد ناس يقول لك اللي هم الوركرز، يعني في ناس يقول لك كوين، يعني ده بيسموه كوين وركرز، بنسميه الماستر والسليفز. بس في توجه عام في الكوميونتي بتاع الديستريبيوت سيستمز والبيج داتا هم يلغوا اي كلمه فيها ماستر وسليفز او ماستر و يعني اي حاجه فيها يعني حاجه تفرقه عنصريه، يعني هم شايفين كده. فعشان بس انا بقول المعلومه دي مش ان انا اخرج بالموضوع، بس عشان اقول لك لو لقيت كلمه كوينز وركرز او ماستر وسليفز هي مش هي نفس الكونسبت، بس ده بلوجز قديمه هتلاقيها معظمها في هوتن ووركس و كلاوديا مثلا، بلوجز القديمه اعتقد حتى دلوقتي بداوا يعملوا لها تنقيح وتنظيف يعني. طيب نبدا هنا نفكر مع بعض. احنا هنا زي ما قلنا عندنا 3 بوكسز، تعال نبدا نفكر مع بعض، نطرح اسئله. انا مش بطرح اجوبه في الفيديو ده ومش بشرح تفصيلتها، بس بطرح اسئله ايه اللي ممكن تكون وظيفه لكل جزء، يعني وظيفه كل جزء من الاجزاء دي. طيب اول جزء ان هو المانجمنت بوكس لازم نفكر فيه ازاي هندستريبيوت او هندستريبيوت الداتا اكروس النودز. ده سؤال نساله نفسنا، يعني ازاي انا بيزد على السيستم اللي عندي ازاي هقدر ان انا ديستريبيوت الداتا اللي عندي اكروس النودز اللي عندي. ده سؤال هنجاوبه بعدين او هنفكر فيه بعدين ايه افضل طريقه للكلام ده. اوكي طيب السؤال الثاني، ازاي المانجمنت نود ده، يعني لو انت عندك اجابه اطرحها حطها، يعني انا عارف الاجابه اكيد بس انا مش عايز ان انا اطرح، بس عايز نفكر مع بعض فيها. ازاي ان انا اعرف انا لو انا مانجمنت نود اعرف ازاي ان كام نود اكتف؟ ف انا مش عارف، انا يعني ما سالتش السؤال، يعني الحته دي ما شرحناهاش النهارده لسه ما شرحناهاش يعني. بس ممكن حد يقول لي والله انا هكتب في لوج فايل مثلا النود اللي هي الاب تكتب كل 5 دقايق مثلا في لوج فايل في سيمبل واي. حد يقول لك لا انت ممكن اعمل اي بي اي في النص سكور، بس انا بس عايز افكر يعني بفتح المواضيع معاكم. ازاي ممكن المانجمنت نود تعرف ال كام نود اكتف عندها في السيستم؟ ازاي ممكن يعني دلوقتي انا في السيستم هنا عندي 2 نودز، ازاي اخليهم 4؟ ولو عملتهم 4 ازاي المانجمنت تحس بان الان اتغيرت؟ ده سؤال عايزين نساله لنفسنا. طيب ازاي ممكن المانجمنت نود تعرف ان في تاسك ستاك، يعني ان في شويه تاسك ستاكينج، يعني ستاك يعني لو انا عندي تاسك في نود شغال على سبريت معينه، ازاي مانجمنت نود تعرف اذا كان التاسك دي ستاك في الجزء بتاعها او في البروسيسنج ولا مش ستاك؟ الجزء ده علميا بيسموه سبيكيوليتيف اكسكيوشن كحل لحلول المشكله دي. ايه هو؟ هو بيقول لك ببساطه لسه هنشرحه بعدين بالتفصيل، ان انا هشوف انا كل شويه هشوف كده البروجرس بتاع التاسك. لو انا لقيت تاسك ماشيه بشكل ابطا من المتوسط اللي انا متعرف عليه، بقوم تاسك امبارل، يعني بقوم نفس السبيد دي على نود تانية، واللي تخلص فيهم الاول تقفل التانية تقتل التانية. وده كونسيبت مهم جدا في الديستريبيوتد سيستم اسمه سبيكيوليتيف اكسكيوشن، وده بيتقام كتير جدا، بتلاقيه موجود في سبارك، موجود في هدوب، هتلاقيه موجود في حاجات كتير جدا. لسه هنشرحه بالتفصيل يعني ايه سبيكيوليتيف اكسكيوشن، بس بفتح معاكم مواضيع النهارده. الحاجه الثانيه ازاي ال اتراك ان في بعض التاسك باست ولا مش باست على النود؟ دي نقطه محتاجين نعرفها. ازاي ان الداتا نود تقول انا خلصت التاسك دي وان المانجمنت نود تتراك الموضوع ده. حاجه الثانيه، ايه اللي هيحصل لو النود البوكس اللي هو مانجمنت نود زيس هنا عايده على المانجمنت بوك على المانجمنت بوك داون، وازاي انا افويد ان هي تكون داون او ان هي لو داون ما يحصلش تاثير على السيستم؟ طبعا الناس عارفه اشهر حاجه اللي هي السكندري نودز، وازاي ان هي نت كيب تراك النودز مع بعضها.
طيب الحاجة التانية، ازاي اقدر اعرف الـ available resources على الماشين بتاعتي؟ افرض انا عندي ماشين قوية، يعني عندي الكلاستر بتاعي data nodes مش كلهم زي بعض، فانا عندي نود مثلا بدل ما عندها 8 جي بي عندها مثلا 16 جي بي اوف ميموري او 32 whatever، فانا كل ما حجم الميموري زاد، يعني انا عندي 32 جي بي اوف ميموري، هل دلوقتي هعمل النود دي معاملة ال 8 جي بي؟ لا، فممكن انا اقدر احط داتا اكتر على النود دي او باس سبليتس اكتر. بس ازاي هترك الكلام ده، وازاي ان انا اعرف الافيلابل اماونت اوف ريسورس على البرودكشن بتاعي، اوكي، على الكلاستر او داتا نود بتاعتي. طيب الجزء الثاني هو الفايل سيستم، ازاي ان انا اهندل، ازاي الفايل سيستم ده يهندل الماسيف اماونت اوف داتا؟ لو عندي شويه داتا على الكلاستر بتاعي جات لي، وانا عايز ان انا الموضوع بيحصل لي كل يوم، فازاي اقدر سبليت دي، ازاي اوزعها على النودز بتاعتي، ازاي يحصل بروسيسنج سريع في ظل ان انا بوزع الداتا على الكلاستر بتاعي؟ ده سؤال عايزين نطرحه ونشوف. وعلى فكره النقطه دي بنيجي نشرحها مثلا في هدوب هتبقى مختلفه مثلا عن ناس تانية بتمانج الفايل سيستم عن اس اس 3 شويه، بس احنا مش هنشرح كل الكلام ده، هنشرح جزء اكزامبل منهم، بس هم كلهم كل ستايل مختلف، بس احنا عايزين نفهم ان جنرال ازاي الداتا بتتوزع، اوكي؟ برضه حاجه تانية، ازاي ان الفايل سيستم سبورت فول تورنت؟ يعني افرض انا دلوقتي تعالوا نتخيل انا بقرا من سبليت، والسبليت دي حصل مشكله، النود اللي شايله السبليت دي ضاعت او وقعت، بتكلم على الستورج دلوقتي، يعني انا جاي عايز الفايل ده متقسم 10 سبليت، في سبليت متشال على نود اكس او على هارد ديسك اكس، والهارد ديسك اكس ده يعني وقع، ازاي اقدر اجيبه؟ ازاي اقدر يعني ما اضيعش النود دي؟ دي اسئله كتير جدا هنطرحها ديورنج الكورس بتاعنا. برضو هل احنا محتاجين سبيشال هاردوير للستورج بتاعنا؟ نقطه مهمه جدا. انت هتلاقي مثلا على سبيل المثال اي بي ام وهي بتتكلم على الستورج بتاعتها، و از انتربرايز مثلا الستورج سيستم بتاعها مختلف عن مثلا تيرا داتا اللي بتخزن الداتا الكبيره، عن مثلا اس اس 3 او امازون بتخزن الداتا بتاعتها، عن هدوب. وليه اصلا هدوب او الناس دلوقتي بتلجا للحاجات اللي هي بيسموها كوموديتي هاردوير او اللي هم الهاردوير العادي؟ هتقولي يعني هو في حاجه اسمها عادي ومش عادي؟ دي هنتناقش فيها، بس يعني هنناقش طبيعه الهاردوير اللي بيخزن الديستربيوت سيستم في الكورس هنا، ودي سؤال لازم نطرحه وممكن تبحث عنه. يعني الجزء اللي انا بحاول اطرحه في السلايد اللي فاتت ودي واللي جايه، ان احنا افتح معاكم شويه اسئله نجاوبهم مع بعض وتفتح تراك معانا في الجزء اللي نشرحه في الديستربيوت سيستم. الجزء الثاني ازاي ان احنا نديزاين الاستورج سيستم عشان يسبورت الديستربيوت بروسيسنج. انا هنا مش انا بتكلم عن بروسيسنج، هل دلوقتي لو انا بخزن الداتا بشكل ما، هل ممكن جزء من التخزين ده يفرق معايا في سرعه البروسيسنج او في الاداء بتاع الديستربيوت سيستم؟ هقول لك اه، ده بيفرق معايا جدا، ودي حته مهمه جدا ان انا ازاي اناقش النقطه دي، وازاي ديزاين الستورج ان هي تبقى بتسبورت الديستربيوت سيستم مع بعض، اوكي؟ طيب داتا نودز حته مهمه جدا، ازاي ان الداتا نود دي بتكونتين، يعني دايما بتقعد تكوميونيكيت مع الماستر نود ازاي؟ هل بيكوميونيكيت مع ستايفايد سيستم اي بي ايز هيت بيتس؟ يعني عايزين نسيرش على الموضوع دوت، ازاي بيحصل كوميونيكيشن بين داتا نودز والماستر نود او والمانجمنت نود، بلاش نقول ماستر، هنقول نوحد المانجمنت نود ديورنج الكورس بتاعنا، مش هنقول ماستر، هنقول مانجمنت نود، اوكي؟ برضه حاجه ثانيه، ازاي الداتا نود بتستقبل او الانستراكشن او ايه هي عايزه المفروض تعمل ايه على الداتا على التاسك من المانجمنت نود، فازاي ده بيحصل؟ طيب الجزء الثاني، هل ممكن الداتا نود ده سؤال برضه، هل ممكن داتا نود تكون اداه تخزين بجانب ان هي اداه بروسيسنج؟ يعني هل انا دلوقتي في الداتا نود عندي الجزء اللي بخزن ان هي بتعمل بروسيسنج، هل ممكن تخزن برضه؟ ده سؤال هنطرحه، وهنشوف ازاي ان في ديفرنت ايدياز للكلام ده هوت في هدوب وبره هدوب. طيب احنا كده خلصنا الجزء الانترو اللي عايزين نشرحه في الفيديو ده. شرحنا يعني ايه هو يعني ان جنرال ايه الوظيفه اللي بيشتغلها او الاسئله اللي عايزين نطرحها في المانجمنت نود، والجزء اللي بيشتغل فيه الفايل سيستم، والجزء اللي بيشتغل فيه الداتا نود. شرحنا برضو سمبل اكزامبل زي ممكن نعمل بروسيسنج لديزاين او للديستربيوت سيستم فايل سيستم ديستربيوتد ديزاين لفايل سيستم بروسيسنج، ماشي، باستخدام من غير ما نستخدم اي فريم ورك. وده الجزء اللي كنا عايزين نتكلم عليه واللي هنكمل عليه المره الجايه في نفس الاكزامبل، بس هنصعب شويه الموضوع. ممكن اديكم هنت كده، احنا المره الجايه هنتكلم على ازاي ممكن يكون عندنا وورد كاونت، يعني ازاي ممكن نعمل بقى وورد كاونت في نفس الاكزامبل ده وايه اللي هيختلف عندنا.
أشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، السلام عليكم.